ايضا بركة لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، واكد هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الكاس الغالي، والتهنئه موصوله لمعالي علي بن محمد بن حماد الشامسي على فوز بركة. 7 دقائق 16 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. شكرا علي بن سعيد الزرعي من قدمها في الاداء المميز والتحدي المثير، والتحيه ايضا لصاحب المتابعه الرائعه مبارك بن هدي بن دميثان. بينما ياتي شوط الجعدان فكان هيلمان سعد حميد بن سعيد النيادي فيظهر للشعار الاتحادي ب7 دقائق 14 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا لابو سعيد على هذا الفوز والانتصار في بندقية الجعدان اللي جاي المفتوح. ياتي كاس المحليات، هنا فازت فيه الهبيبة لسعادة حميد بن سعيد النيادي، واكد ايضا هذا الانتصار الكبير والجميل. شكرا عبيد بن غدير الوهيبي. 7 دقائق 18 ثانية وفان وتماما وكمالا. تهانينا والناموس بندقية الجعدان اللي جاي ايضا المحليات. المرتزق ياتي سهيل بن محمد بذويب العامري مؤكدا هذا الشعار دائما بالرموز والاداء المتميز. 7 دقائق 16 ثانية وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس. نبدا برموز الانتاج والمنتجين، حيث فازت فيه الظبي لمظفر بن محمد بن خموش العامري وظفرت بكاس الانتاج المحليات اللي جايه. تهانينا للعملاق العناوي، تهانينا لسعيد بن مظفر بن محمد العامري. 7 دقائق 17 ثانية، جزئين من الثانيه. تهانينا والناموس. الشوط السادس الذي اتى مغايرا التوقيت الأفضل، حيث ذهب الكايد لمحمد بن سهيل بن خيرات العامري إلى مصانع الجنوب، وهذا الفوز في الإنتاج غير. ب7 دقائق 12 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن سهيل بن خيرات العامري، وتهانينا لسهيل بن خيرات العامري ولإخوانه الكرام. بينما يأتي هناك أيضا مع ملوك في شوط أيضا كاس المهجنات اللي جاي الإنتاج، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري بعد منافس زعزعة، ولكن تهانينا للمجازف. 7 دقائق 16 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. الشوط الثامن ذهب مع شاهين عمير بالحزمي بن قناص العامري. بندقية الجعدان المهجنات للإنتاج ذهبت إلى زاخر وإلى أيضا أبناء بالحزمي مع شاهين. تهانينا والناموس. 7 دقائق 18 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. الشوط التاسع ذهب مع الحذرة لسطام بن فارس بن حمد بن طوالة، أحد الضيوف القادمين من المملكة ومن حائل بوجه التحديد. شكرا ياسر بن سعيد بن مبارك الوهيبي من قدمها في الأداء المتميز. بينما شوطنا العاشر المها حمد بن علي بن شطيط الوهيبي، أكدوا أبناء الأبيض وأبناء منجم السبق هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس على هذا الأداء. 7 دقائق 20 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. سلام يا حمد بن علي بشطيط، سلام. بينما ياتي الشوط الحادي عشر مع مخلاب، ويعود محمد بالحزمي بن قناص العامري مالك شاهين وبندقية الانتاج المهجنات، يضيف ايضا نقطة مع مخلاب. ب7 دقائق 19 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. راهي ياتي لحمد بن غانم بن حمودة الظاهري فأكد هذا الشعار، وبقيادة ايضا المخيبي بأداء متميز وجميل. تهانينا والناموس على هذا الأداء. شكرا سالم المخيبي. 7 دقائق 18 ثانية و8 أجزاء من الثانية. سلام للشعار الاقتصادي، سلام. وتهانينا لحمد بن غانم بن حمودة الظاهري ولمحمد بن غانم بن حمودة الظاهري على هذا الفوز. ياتي في الشوط الثالث عشر مطر بن محمد بن دحروي العامري مقدما لنا في ب7 دقائق 25 و5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء، وسلام يا مرغم، سلام. بينما ياتي شوط الختام مع الخوارة لعتيق بن مطر بن حسن القبيسي، تهانينا له والناموس على هذا الفوز، وشكرا يا مختار بن احمد، وسلام للعاصمة ايضا على هذا التحدي المثير والجميل هنا في هذا المساء وفي هذه